احمد انت اشتغلت كتير واشتغلت وانت صغير دلوقتي انا حاسس تعالى بص النفس اللي خدته ده حافظك حطيت ايدك كده وايدك لا حاول ابقى قول اكيد حصل لك حاجات انت مش هتنساها كانت محوريه في حياتك سواء كانت حلوه او وحشه ايه الحاجه اللي مش هتنساها في شغلك على مدار السنين اللي اشتغلتها اللي هو موقف مش هتنساه اللي هو جاي على دماغك دلوقتي اول ما انا اتكلمت حلو او وحش ومش تقولش اسامي لا هي مواقف كتير لا في واحد ما بيطلعش من اللي هو كل ما انا بتك... كل فتره والله بجد مش هفكر طب قول لي اللي افتكرته دلوقتي موقف انا اتعلمت مثلا ان انا لا احكي لي موقف حصل علمك حلو او وحش ما هو ده ما انا عشان لو حكي ما لسه ما تقولش اسامي لا بقول لي حصل كذا ما تقولش مين يعني لو انت مش عايز تقول لا عامه انا اتعلمت في الفتره دي بالذات الفتره دي في الوقت اللي انا فيه ده اتعلمت كويس قوي ان انا قبل ما اعمل اي حاجه لازم اقعد احسبها ما بقاش خلاص فكره اللي هو يلا انا رايح ورا ولا اتأنن بالظبط ابدا احسبها كويس قوي قبل ما اعمل اي حاجه لان كانت في حاجات حصلت السنه دي معايا حتى في الشغل خلتني احسب حسابات كتيره وبقى. وقبلها سيبك من السنه دي السنه دي عارفين خلينا خلينا نقول انا على مؤني الكسل ماشي يو نو تو ماتش يو ماست داي قبلها ان مفيش حاجه دايما دوام الحال من المحال جدا مواقف كتير بقى منهم ابويا منهم مصطفى منهم صاحبي اللي لسه متوفي قبل رمضان ب 15 يوم دوام الحال من المحال كان لسه كنا بنتكلم انا وانت ان عندك صاحبك توفى بنفس طريقه مصطفى تقريبا بنفس طريقه مصطفى فكانت الخبطه دي والخبطه بتاعت مصطفى حتى انا دخلت في بانيك اتاكس الله يرحمه دوام الحال من المحال ما تتعاملش مع كل حاجه انها اكيده وانها ده اللي حاصل يبقى انا هفضل كده خالص يعني ما في الحلو وفي الوحش طيب ممكن اعرف منك اكتر عمل قريب لقلبك الفتره دي كامل العدد زمان بقى نرجع شويه زمان اول حاجه طبعا كان محمود المصري لان ده كان اول حاجه عملتها في حياتي بره الدنيا برضو كان من طب خلينا نقول نفس السؤال بطريقه اسهل نقول لك لو انت ما حد يعني يومنا ما تعرفكش وهتوريه عمل واحد بس توريه انك مسلسل ممثل جامد هتوريه ايه الاب الروحي مروان جلال طبعا صح روحي صح أب الروحي ده كان تجربة كانت تجربة عظيمة غريبة يعني وكانت تجربة عظيمة ومش محسوب لها يعني ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز طبعا عملوا طفرة اسمها الأب الروحي طلعت جيل بداية من دكتور بيتر ميمي وبيتر طبعا أول مرة كان يعمل مسلسل صح عمله بالطريقة دي الجزء الأول كان بيتر والجزء الثاني كان تامر حمزة أول إخراج لي صح الجزء الثاني يطلع بالشكل ده فانت طلعت مخرجين وممثلين طلعت كل حاجه ما صح. فكرتش تقدم السيره الذاتيه لجدك الله يرحمه مستحيل اعمل كده مستحيل وهو اذكى مننا كلنا يا جماعه والله فريد شوقي عنده سيره ذاتيه بتاعته افتحي اليوتيوب اكتبي السيره الذاتيه لفريد شوقي وهو عامل فيلم ليه فريد شوقي كان عقليه ثانيه خالص في حته ثانيه خالص ما حدش هيفكر زيه ايه الدور عمل لنفسه السيره الذاتيه بتاعته مش حدش عارفه ونقفل بقى محدش بقى انا تمام عشان كده محدش اللي عايز يجتهد يجتهد بس هو انا تمام هو انا عملتها ايه الدور اللي انت ما عملتهوش ونفسك تعمله ادوار كتير من ضمنها من ضمنها في حاجات كده يعني انا بحب ادوار مركبه ساعات يعني بحب الادوار المركبه معظم الوقت نفسي اعمل دور المدمن المتعافي وصراع المدمن المتعافي مع الدنيا دلوقتي مع اللي هو بيشوفه بره ومش الصراع العادي صراع ان هو يتعافى خليني اسالك جات لك منين الفكره دي اصلا لا بشوفها في كتير بشوف ناس كتير حوالي.